مواصلين أيها الأخوة مشاهدين ومتابعين الكرام، في هذه اللحظات ينطلق هذا الشوط، وهو الشوط السابع المخصص للإنتاج الإبكار. المسافة هي 4 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات اندفاعة هذا الشوط وهذا الانطلاق. نشاهد هنا هذه الاندفاعة مع هذا السمسن الحقائق، هي المنطلقة في هذا المحلي السابع، ونشاهد مقدمة الشوط مباشرة مع المركز الأول قنيب لحمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني ولايف محمد بن صالح بن حمد القمرة المري هذا الشوط من ضمن أشواط الإنتاج. المركز الثالث نشوف اللي على المركز الثالث خيرة لمحمد بن عبد الله بن محمد الزبدان المري مع المركز الثالث منطلقة في هذه اللحظات. المركز الرابع نشوف من الجانب الأيمن اللي على المركز الرابع هناك في هذه اللحظات من تأتينا، اللي هي نيار لسعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي على المركز الرابع. شعار ابو محمد هنا مع رابع المراكز. المركز الخامس نشوف اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات لنتواصل مع صاحبة المركز الخامس منطلقة، اللي هي المسك لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على المركز الرابع، ولكن أرى هنا أدب لمحمد بن مبارك بن عبد الله الخليفة قادمة في هذه اللحظات منطلقة بهذا الشعار مع رابع المراكز. انطلقت في هذه اللحظات، وركز يا ابو مبارك هنا في هذه اللحظات باندفاعه ولا اروع مع هذه البكره الخطيره اللي متواجده ادب. يا سلام، نعود مره اخرى الى مقدمه الشوط، الى التغيير اللي جرى وطرى مع المقدمه. نشاهد واياكم في هذه اللحظات اندفاعه المقدمه والمركز الاول خيره، خيره لمحمد بن عبد الله بن محمد ال زبدان المري مع المركز الأول ومع المقدمة. نشاهدها في هذه اللحظات مع اندفاعها مع المركز الأول وفي الصدارة، بينما أرى في هذه اللحظات القدوم من ثاني المراكز، وأدب قادمة في هذه اللحظات وعينها على الصدارة وعينها على الفوز والانتصار. هذه أدب رعية العوايد منطلقة مع المركز الثاني بشعار بن خليفة قادم في هذه اللحظات. محمد بن مبارك بن عبد الله الخليفة في هذه اللحظات يقدم لنا أدب مع المركز الثاني في هذا الأداء المتميز هنا في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث نشوف المسك لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على المركز الثالث. المركز الرابع نشوف المركز الرابع هنا القدوم في هذه الاندفاعة، وأول نداء على المركز اللي أبابيل لفيصل بن صالح بن مسلم العقيل النابت قادم في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس أول نداء آخر لهواي لجابر بن خديم بن عايض العذبة هنا في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه النتيجة والخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى مع هذا الأداء والاندفاع. نشاهد وإياكم هذه الشعارات، ولكن خيرة، خيرة على المركز الأول محمد بن عبد الله بن محمد آل زبدان المري مع المركز الأول، ولكن أدب، أدب بن خليفة على المركز الثاني قادمة في هذه اللحظات مندفعة، ولكن شوفوا شعار خليفة بن خليفة قادم في هذه اللحظات مع المركز من الجانب الأيمن مع 1500 متر. غيرت في هذه اللحظات، انطلقت مع المقدمة في هذا الاندفاع. المسك، المسك يا المسك يا السلام مع المركز الأول مع المقدمة لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على المركز الأول. المركز الثاني أدب محمد بن مبارك بن عبد الله الخليفة على المركز الثاني. المركز الثالث شوف القدوم من هواي جابر بن خديب بن عايض بن فرج العذبي. المركز الرابع شعار ابو فيصل يا السلام قادم في هذه اللحظات ابابيل لفيصل بن صالح بن مسلم ال عقيل على المركز الرابع. المركز الخامس نشوف اللي قادمه هناك من الجانب الايمن اللي واصله مشرفه لمحمد بن ثاني بن عبد الله الفضيله الهاملي، ولكن نعود الى المقدمه يا السلام على ايضا المسك، وربي يسلمها المسك اللي على المركز الاول على المقدمه يا السلام في هذه لحظات منطلقة ومندفعة بهذا الشعار، شعار الخزعليات يا السلام هنا في المقدمة. نتابع المسك خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على المركز الأول، ولكن أدب على المركز الثاني مع شعار بن خليفة محمد بن مبارك بن عبد الله الخليفة. المركز الثالث شعار ابن خجيم
القادم هنا هوايل جابر بن خجيم بن عايض العذبي غيرت هذه اللحظات. بينما أرى وصول جديد في هذه الانطلاقة وصايف لمحمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري والمركز الخامس اللي قادمه هناك وحيشة فهيد بن سالم العفرة قادم. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة يا سلام، رغم ظروفها اللي حاصلة عليها ولكن الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة يا سلام يا سلام. المسك 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 على المركز الأول المسك، ولكن هناك من الجانب الأيمن هوايل هوايل والمسك هوايل والمسك والأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة. الله يا سلام يا سلام يا المسك، المسك على المركز الأول، المسك على المركز الأول. تهانينا في هذه اللحظات، ولكن هنا في هذه اللحظات تهانينا وناموس لراعي المسك خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية. المركز الثاني المركز الثاني هواي اللي جابر بن خديم بن عايض العذبي. المركز الثالث المركز الثالث نيار لسعد بن مبارك البادي النعيم. المركز الرابع المركز الرابع أدب لمحمد بن مبارك بن عبد الله الخليفة. المركز الخامس المركز الخامس وصلت مشرفة لمحمد بن ثاني بن عبد الله الفضيلة الهاملي. المركز الخامس المركز الخامس وصلت مشرفة لمحمد بن ثاني بن عبد الله الفضيل الهاملي. هنا في هذا الشوط نتابع وإياكم. نتابع وإياكم ما في هذه اللحظات. هذه المسك من وصلت إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس والتوقيت الزمني، ساعة وصول المسك إلى خط النهاية نشوفها في هذه اللحظات. 6 دقائق 3 ثواني و22 جزء من الثانية. هذه المسك اللي أيضا فازت معنا في هذا الشوط خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، يستاهل الفوز والناموس. المركز الثاني وصلت هنا هوايل، وهوايل على المركز الثاني مع مالكها جابر بن خجيم بن عايض العذبة. 6 دقائق و5 ثواني و36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار على المركز الثاني. المركز الثالث المركز الثالث وصلت نيار لسعد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي. 6 دقائق و5 ثواني و70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.